كتيرة قوي بتغفل المخاطر أو المشاكل الصحية اللي جاية من ورا السمنة. جراحة السمنة ما تنفعش فوق سن 60 سنة وما تنفعش أقل من 18 سنة. اللي بيحكمنا أول حاجة حالة المريض الجسمانية. دايما دور على أصل المشكلة وما تمسكش في الفرعيات وما تضحكش على نفسك. فكرة إن نزول الوزن في حد ذاته هو اللي بيوصلني لتحسين السكر. الأستاذ الدكتور أحمد نبيل الحوفي استشاري جراحات السمنة المفرطة والسكر، مدرس الجراحة العامة وجراحات المناظير والأورام وجراحات السمنة المفرطة، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة المفرطة والسكر IFSO، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر والمناظير. أهلا بكم. جراحة أو جراحات السمنة يا جماعة غريبة جدا جدا. غريبة في إيه؟ هقول لهم. أولا هي جراحة، لكن المريض له زي ما بيقولوا يد في اتخاذ القرار فيها. هعمل امتى؟ هعمل ايه؟ المريض بيقعد يفكر ويتخذ القرار ويجلس مع الجراح ويناقشه. في اي جراحة تانية الموضوع ده مش موجود. يعني الجراحات التانية واحد عنده التهاب في المرارة مثلا، عنده عصف في رأسه عملت انسداد، ألم شديد جدا داخل عملية امرجنسي لازم نعمل عملية دلوقتي هنعملها. مريض بقى موافق مش موافق، الكلام ده يعني ايه في الجراحة؟ يعني احنا بناخده من كلام المريض من الودن دي، بس لا جراح اللي بيتكلم المرارة بياخد كلام من الودن طبعا من الودن التاني. انا هدخل اعمل لك المرارة دي، اشيلها لك بالمنظار وهدخل اعملها لك دلوقتي. مثلا واحد عنده انسداد في الامعاء داخل المستشفى، دي حالات ده هو بين الموت والحياة، ده ممكن يموت. تعالى بندخل نعمل له عملية على طول، جراح بيدخل يعمل له عملية على طول. طيب جراحة السمنة وهي جراحة لكن فيها درجة اختيارية مش متناسبة مع عالم الجراحة. يعني أنا بتكلم كلام فلسفي على فكرة شوية، ويمكن مش هيفهم الكلام ده المرضى، اللي هيفهم الكلام ده الدكاترة زملائنا. الجراح واخد على إنه هو صاحب القرار، فلما جت جراحة السمنة بقى هو صاحب القرار وكل حاجة، هو الكينج يا سيدي. ما تزعلش، ما جراحي السمنة بيزعلوا قوي من الكلام ده، بس المريض قاعد قدامه عمال يناقشه. طب هاجي لك الاسبوع الجاي، طب هاجي لك الاسبوع اللي بعديه، طب انا هاجل معلش هروح بالكلام ده. الجراحين ما عندهمش الكلام ده، ما عندهمش القصه دي خالص. فهنا لازم اقول ان الخوف او بمعنى اصح دبلوماسيه التعامل مع مريض السمنه دي مطلوبه جدا، وفهم سيكولوجيته. ومن هنا برضو على فكره جت قيمه الاعلام والتعامل مع السمنه المفرطه كمشكله وتفهيم جراحات السمنه، لان احنا بنتكلم في جراحة رغم انها جراحة ينطبق عليها مقاييس الجراحة، بل هي جراحة السوبر كما يقولون، وجراحة لها مشاكلها ولذلك عايزة دقة شديدة في ادائها، الا ان هي فيها كوميديا ومفارقات عجيبة في الحوار ما بين جراح السمنة اللي هو واحد من ارقى جراحين الجهاز الهضمي ومريض، والمريض قاعد بقى زي ما بيقولوا بيملي اسئلته وشروطه على من لم يتقبل طوال عمره ان يملي عليه شيء. ضيف العزيز هيقدر يجاوبني على هذا المعنى بشكل دقيق جدا، الاستاذ دكتور احمد نبيل. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. عجبك الكلام؟ عجبني جدا. اول مره اثير الموضوع ده. لا دي نقطه مهمه جدا. هي ليه بقى نقطه مهمه؟ مريض السمنه المفرطه هو في نقطتين احنا متفقين هو مريض، بس هو في نفس الوقت هو مش مقتنع ان هو مريض. دي اول حاجه. الحاجة التانية ان هو امرجنسي بس هو مش مقتنع، هو مش مقتنع انه امرجنسي. الحاجة بقى التالتة وهي الأهم، انه مريض عنده معلومة. في كل الحاجات اللي حضرتك قلتها، مريض عنده مرارة، عنده زايد، عنده انسداد معوي، هو بيبقى أول مرة يصطدم بواقع ان عنده مشكلة. هي ساعة لما يجي الدكتور يقول له يلا هنعمل تدخل جراحي، ما بيبقاش عنده رفاهية الاختيار. غير مريض السمنة المفرطة قبل ما بياخد خطوة انه يروح للدكتور بيكون سمع حضرتك وسمعني وسمع الساده الزملاء وسمع من 1 و2 و3 و24 وتكونت عنده فكره عن ابعاد الموضوع ايه، ويجي يقول لك انا عارف كل اللي انت هتقوله لي. 90% من المرضى قبل ما يوصلوا للعياده بيبقى فعلا عارف 90% من الكلام اللي هيتقال، بيبقى كل اللي يهمه هو العامل النفسي. ودي نقطه مهمه بقى جدا. المرضى
بيهمهم جدا الشق النفسي، ممكن ما يبقاش يعني ما يبقاش عارف الدكتور اللي رايح له ده كويس او مش كويس او كده، هو كل يهمه انه استراح للدكتور او ان هو. ودي برضو ليه؟ لان في الاخر هو كمريض هو زي ما قلنا هو مش معترف انه مريض، ومش معترف ان الحاجه اللي عنده دي حاجه ارجنت خلاص، وكل همه انه يسمع الكلام اللي على مزاجه اللي يريحه، فاللي هيريحه هو اللي هيعمل له الاجراء. وكل مريض على فكره له طبيعه وبيعجبه نوعيه معينه من الاطباء بالزبط. يعني في من المرضى انواع، هذه الكوميديا البسيطه اللطيفه، في من يحب الدكتور الذي يتكلم كثيرا، وفي من يحب الدكتور اللي ما بيتكلمش كثيرا، وفي من يحب من يتعامل معه فريندلي، وفي من يحب من يتعامل معه بصرامه بانضباطي شكل اللي هو هعمل كذا ما تعملش كذا هو كده هو مش عارف ايه. في اللي بيحب اللي يقول لك ده كلامه قليل حلو ده هو ده الشاطر، واللي بيحب كلامه كتير، فالمرضى مختلفين يعني. والدكتور على فكره ذكي جدا، هو اللي بيعرف المريض اللي قدامه بيعرف يقراه. دي عايزه خبره، دي عايزه اقعد اشرحها لكم كتير. تعالوا نروح للابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الخوف من جراحات السم هو اول عنوان قدام كل مريض، الخوف اكيد طبعا. ابيض مريض السن المفرطه زي ما قلنا هو مش معترف بان هو مريض، ومش معترف ان كل المشاكل الصحيه اللي ناتجه عن السمنه هي سببها السمنه، بيعزوها لاي اسباب ثانيه. تيجي تقول له انت عندك سكر عشان السمنه يقول لك لا ما انا والدي ووالدتي عندهم سكر. تيجي تقول له انت عندك مشاكل في القلب وكسور في عضله القلب والكلام ده يقول لك اصل الكوليسترول عالي ملوش دعوه بالسن. هو بيحاول بكل الطرق ان يهرب من الحقيقه المره اللي هي ببساطه زياده وزنك هي اللي دخلتك في كل المتاهات دي. وليه هو بيحاول يعمل ده؟ بيحاول يعمل ده لان هو بيبقى وصل لمرحله عارف ان مفيش بديل تاني او مفيش حل تاني للمشكله اللي فيها دي، ان يعني تتحل المشكله دي الا بان هو يعمل اجراء تدخلي، سواء يعمل جراحه او يعمل تدخل عشان ينزل وزنه. وبالتالي بيبقى هو بين نارين، بين نار ان هو عايش في مضاعفات السمنه ومشاكلها الصحيه ونار ان هو خايف من ريسك انه يعمل تدخل جراحي. وللاسف برضو احنا يعني ساعات بنترجم العلم لمخاوف. يعني ايه بنترجم العلم لمخاوف؟ يعني نقول مثلا ان جراحات السمنه هي جراحات امنه وبتوصل نسبه نجاح فيها 99%، طب وال1% ده راح فين؟ واشمعنى ال1% ده مش موجود؟ طب ال1% ده ايه اللي ممكن يحصل فيه؟ فيبتدي ال1% ده يتحول من ان هو حاجه يعني نسبه قليله لهاجس مرضي عند مريض يقول لك طب مش ممكن انا الواحد اللي في المية. ودايما الانسان عدو ما يجهل. يعني ايه عدو ما يجهل؟ يعني انا عيان وعندي مشاكل، وعندي مشاكل في القلب، وعندي مشاكل سكر بس انا ماشي على رجليا، فانا شايف ان انا كده تمام وزي الفل، اللي يخليني بروح اعمل عمليه ويعالم بقى اللي هيحصل ولا ايه القصه. طب السؤال الجاي ده مهم قوي. المريض اللي لازم يجري جراحه سنه لازم يبقى عنده وعي كبير، ثقافه مهمه جدا. مهمه جدا على فكره. من احلى الحاجات اللي بتبقى جميله جدا لما المريض جاي سامع وقاري وشايف وشاف تجارب الناس اللي حواليه والكلام ده. ليه؟ لان انت كده ما بتبتديش النقطه من يعني القصه من الصفر، انت بالعكس انت بتتكلم مع حد قدامك عنده نولج وعنده معرفه كافيه انه يبقى عارف ان انت لما تقول له والله انت كمريض عندك سن مفرطه يناسبك مثلا تكميم عشان ظروفك كذا، او يناسبك تحويل مسار عشان ظروفك كذا، او لا انت مثلا كنت عامل جراحه من جراحات السمنه السابقه فحصل فيها فشل فما يناسبناش غير ان احنا نعمل مثلا تحويل كلاسيكي او كده. كون ان يبقى المريض عنده النولج الكافيه دي فيها ميزتين. الميزه الاولانيه ان بيعمل زي جسر من التواصل بينه وبين الدكتور، فيقدر الدكتور ببساطه يوصل له ايه الادق ليه وايه الانسب ليه. الحاجه الثانيه ان هو لما بيبقى عنده جانب من المعرفه وجانب من التجارب اللي حواليه بيبقى عارف ان هو لازم لو هيعمل اجراء ده لازم يعمله بتبعاته. يعني ايه بتبعاته؟ يعني يعمل جراحه سمنه القصه ما انتهتش عند اختيار عمليه صح، او ان الدكتور اللي عاملها لك يبقى كويس، او ان المكان يبقى كويس. في شق كبير قوي مبنى عليك وهو ان انت تلتزم بقى بعد الجراحه دي. وفي نقطه دايما بحب اقول انا عيان، جراحات السمنه ممكن يعني يصاحبها فشل ذريع لو انت كمريض سمنه ما التزمتش. لو هعمل لك اقوى جراحه من جراحات السمنه وانت مش عايز تخس مش هتخس. السؤال المهم الجاي ده مهم جدا جدا. تكميم المعده وتحويل المسار يتربعان الان على عرش جراحات السمنه بلا منازع. ابيض طبعا.
أبيض. ليه؟ هو طبعا في جراحات سمنه كتيره قوي يمكن المرضى ما يعرفوش عنها. حاجه زي الساسي والسادي وحاجه اسمها البنكرياتيك دايفرجن، وفي عمليات اتلغت وفي عمليات لسه عليها تدبيس المعده اتلغى وحزام المعده اللي يعني على وشك يعني على وشك انه يختفي، ويا هلا ممكن كمان 20 سنه الاقي تكميم المعده مش موجود. يعني العلم بيتطور، النهارده اللي كان ينفع امبارح ما بقاش ينفع النهارده، واللي بينفع النهارده ممكن بعد وقت من الاوقات نقول ان مثلا التكميم ده عمليه يعني مش ما دام في علم وما دام ربنا بيدينا معرفه الدنيا بتتغير. عمليه تكميم المعده عمليه يمكن تتربع يعني يمكن تعتبر رقم واحد كمان قبل التحويل المسار في الانتشار وده لعده اسباب. تقنيا هي عمليه يعني تقنيا يعني ظاهر الامر انها مش صعبه. بس احنا قلنا انها مش يعني هما الاثنين صعبين، هما الاثنين ايكوال، ويعني هما الاثنين عايزين مهاره عاليه، هما الاثنين عايزين دقه، في نقطه مهمه جدا تدريب كبير. في مثلا عندنا يقول لك ايه اللي حضر عفريت يعرف يصرف يعرف اللي حضر عفريت يعرف. هي مش شطاره انك تعمل عمليه، هي شطاره ازاي انك تعرف تتعامل مع ابعاد العمليه دي. امتى لما يحصل مضاعفات من العمليه تعرف تتصرف معاها، امتى تعرف تتعامل مع تقدر تعمل عمليه في اي ظروف ان كانت. يعني ايه؟ مش مثلا مريض وزنه 100 كيلو فاعرف اعمل عمليه، واحد مريض وزنه 200 ولا 300 كيلو اقول لا ما اعرفش اعملها اصل انت وزنك زياده. هي دي التركه في القصه. خلاص؟ عمليه تكميم المعده ظاهر الامر انها بسيطه. ليه؟ لان هي عباره عن قص طول المعده، بنعمل جيب صغير من المعده بيبقى فيه زي درايس او حاجه بنمررها عن طريق المريء توصل لحد الاثنى عشر، وبنقص عليها المعده بمعيار ثابت. ويمكن ليه بقول النقطه دي؟ عشان في مرضى كتير قوي بيبقى في سؤال كوميدي جدا يقول لك ايه؟ هو حضرتك احنا اللي نعرفه ان اللي بيتشال من المعده 85%، ما ينفعش حضرتك تخليهم لي 65، ما ينفعش حضرتك تخليهم لي 55. هو القصه مش مطروحه للتفاوض، يعني هو مش مزاد. يعني حضرتك العمليه دي ليها معايير، المعايير عشان تديك النتيجه الصح لازم تتعامل بيها. ما ينفعش حضرتك تقول لي لا والنبي سيب لي المعده واسعه، او لا النبي ضيق لي المعده عشان انا حاسس لو واسعه اخس. حضرتك في معايير ثابته بنعملها على فكره. اللي نقل الكلام ده للمرضى بعض الناس الغير منضبطين في كلامهم العلمي. في بعض الناس غير منضبطين في كلامهم العلمي يقول لك انا اصل انا بغير الوصل حسب ما انا عايز اعمل. ده مش طب، ده مش احترامي اللي يقول الكلام ده، واللي يقول لعيان مثلا انت وزنك يبقى كام؟ مفيش حاجه اسمها ده تخريف. مفيش حاجه في الطب اسمها كده. واحد انت عارف هو ده مستمد على فكره من ايه؟ من العروض اللي بتتعمل في المحلات. يعني عارف العروض اللي بتتعمل في المحلات؟ اللي يقول لك خد 2 بلوفر وفي بلوفر هديه، خد 3 براطيل وخد بطلون هديه، يعني شوف انت عايز تعمل ايه وانا هظبط لك. مش دي بقيس الكمبيوتر يعني. بس في ناس قالت الكلام ده على التلفزيونات. انا في مريض في مره بيقول لي انا الدكتور اول ما طلعت على سرير في القطر عمليات قال لي تحب اظبط لك الوزن على كام؟ يعني سوري يعني هي مش فردة عجلة بنظبط. حتى فرد العجلة ملوش أفكار يعني هو كده. كل جراح كل مريض له جراحته المناسبة له. عدم الاختيار المناسب للجراح ممكن يخليها تفشل. ده أبيض طبعا. أبيض طبعا مفيش مشكلة. أنت كمريض لو أصريت إنك تختار عملية غلط ممكن انت في اول الامر تبقى فاكر ان الموضوع معايا عمليه وخلاص وانا عديت وقمت زي الفل. مش هتستفيد. لو انت مريض عندك سرطان السكريات ومدمن سكريات وقاعد طول اليوم تاكل في شوكولاتات ورحت الجراح وقلت له ده انا عندي سرطان كل انواع الاكل ماليش دعوه بالسكريات وخلاص، هتيجي وهتنزل في الوزن وهتوصل لوزن مثالي، وبعد 3 4 سنين هتبتدي ترجع تاني تدمن السكريات وترجع تزيد تاني في الوزن. يبقى كانت المشكله فين؟ في انك اخترت جراحه غلط. يبقاش انت عندك ارتجاع في المريء ومصر انك تعمل تكميم، هتقعد تعاني. انا يعني شيء بالشيء اذكر كان عندي مريضه بتقول لي انا عامله عمليه جراحه تكميم من 6 سنين من 7 سنين او 8 سنين. طبعا في الوقت ده ما كانتش لسه ما عرفت الناس قوي بيقول كده. وتعاني من ساعتها من ارتجاع في المريء. وبتسالني بقى هل نعمل جراحه للارتجاع ده دلوقتي ولا لا؟ حضرتك متخيل القصه ازاي؟ عشان في الوقت ده ما اخترتش اجراء صح. طيب تعالى نروح بقى للكوارث بقى في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ السؤال ده مهم قوي. مريض عنده سمنه مفرطه وعنده سكر ويعني هو شايف انه خلاص هعمل ايه؟ ما انا ماشي بس بالانسولين او ماشي بالدواء وخلاص يعني هعمل ايه يعني؟ وفي نفس الوقت يقول لك ما القامه ماشيه نفسها. ما في ناس بتفكر كده يعني. ده جاني في حق نفسه. جاني في حق نفسه. ليه جاني في حق نفسه؟ دلوقتي
احنا خلاص بقى معترف عالميا ومتفقين تماما ان كل المرضى اللي عندهم سكر من النوع الثاني باحد انواع العلاج بتاعهم تحول المسار المصغر. والكلام ده مش كلامي، ده يعني دي حاجه بقت FDA approved، يعني خلاص يعني كل الاوساط العلميه وبالذات في امريكا خلاص اتفقوا ان كل مرضى السمنه والفطر عندهم سكر من النوع الثاني علاجهم في ان هم يعملوا العمليه دي هيحسن السكر، هيحسن السمنه وهيعالج السكر تماما. وليه بنقول الكلام ده؟ لان العمليه تحويل المصغر مش قصه حاجه بتقلل الاكل وبس، لا هي ليها عده فوائد. اولا بنعمل كيب صغير من المعده فكميات الاكل بتاعتك بتقل، لو في كربوهيدرات او سكريات ضاره مش هتخش الجسم. الحاجه الثانيه ان احنا بنعمل وصل على بعد 2 متر، فده بيخلي اول 2 متر بيحصل لهم استبعاد فانت ما بيحصلش فيهم امتصاص. الجزء المستبعد من المعده ده بيخلي نسبه الجرين هرمون بتاع الجوع بتاعنا ده بيقل، وبالتالي احساس الساتايتي سنتر او مراكز الشبع عندك ما بتخليكش تجوع. الحاجه بقى الاهم والاكثر اهميه ان الوصله دي بتخلي نسبه الانكريتينز والديكريتينز او اللي هي الهرمونات اللي بتتحكم في شغل الانسولين وفي افرازه من البنكرياس وفي الانسجه بتتغير. وبالتالي كل مرضى السمنه المفرطه اللي بيبقى عندهم سكر من النوع الثاني لما بيعملوا العمليه دي الانكريتينز دي بتزيد، اللي هي زي جي ال بي والبيبتايد واي واي والجلوت والجي اي بي. كل الحاجات دي لما بتزيد بتروح للبنكرياس تزود البيتا سيلز اللي هي الخلايا اللي بتصنع الانسولين تخليها تتكاثر وتزود كميه الانسولين بيطلع، وفي نفس الوقت تروح للانسجه اللي في الجسم كلها فتخلي مقاومتها للانسولين تقل، وبالتالي تبتدي الانسولين يتعامل مع الانسجه دي والدنيا تتحسن. وبالتالي انت كمريض لازم تبقى فاهم حاجه، انت مريض سمنه مفرطه وجالك سكر من النوع الثاني، انت النهارده هتقول لا وانا همشي على علاج والكلام ده. الكلام بيقول ايه؟ ان مريض السمنه المفرطه كل ما لو هو عنده سكر، لو اكتشفنا النهارده عندك سكر السنه دي ورحت عملت العمليه، فالنسب ان انت الشفاء من السكر من النوع الثاني توصل ل 87 و88%. كويس. السنه دي سنتين النسبه دي هتقل، السنه دي 10 سنين في احتمال كبير قوي ان الموضوع ما يتحسنش، فانت بتضيع عليه وقت. في حاجات بيحصل فيها دامج ايرفيرسبل. دي بقى النقطه الاهم. يعني في الثلاثيه العصبي. الثلاثيه الشهيره. نيورومافي. ونيفرومافي. كلى ورمض الريتينوباثي والنيوروباثي اللي بيتكسر ما بيتصلحش. ما هم الريفرسبل ده جهاز عصبي. فانت ما تجيش تقول لي بعد 10 سنين سكر تقول لي ما اصل انا اعصابي بايظه وعيني ما بقتش شايف بيها. والنيفروباثي كمان. وجالي تريق يعني فشل في الكلى والكلام ده، تعالى بقى اعمل لي عمليه عشان تصلح المشكله. صلح لك ايه؟ ما انت يعني ربنا كان مديك نعمه وبواسطه. طيب السؤال الجاي ده سؤال مهم، وانا بحترم على فكره هذه المشاعر. مريض مش عايز يعمل جراحه سمنه لانه شايف انه احد المعارف او حد شافه او سمعه حصلت له مشاكل لما عمل جراحه سمنه. طبعا هي نقطه تحترم، بس هو لكل قاعده شواذ، دي حاجه. وتاني احنا للاسف يعني ايه؟ زي بالظبط اللي خايف ان هو يركب العربيه عشان شاف حادثه. شاف حادثه. او ليه دايما ليه؟ انا برضو اكتر حاجه يعني بستغربها من الناس، ان الناس يعني بتختزل كل الفوائد الحاجه في النقطه السوداء اللي كده. يعني اقول لحضرتك زي ايه؟ زي ما يبقى واحد قدامه لوحه بيضه وفيها نقطه سوداء صغيره قوي، فيسيب اللوحه البيضه دي كلها ويروح جاي. بس والله انا مش هصل. هو مش فاهم. يفهم. مش 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 هقصوا عليه. لا مش هقصوا عليه قوي. مش هقصوا عليه، بس هو ده برضو يعني زي ما حضرتك ايه؟ قله وعي مننا. ليه قله وعي مننا؟ في اي حته في الدنيا، في اي حته في الدنيا اي مريض بيعمل اي جراحه، ما كانش على جراحه السمنه، بيقعد مع الطبيب المعالج بيقول والله انت عندك مشكله ما حلها هو التدخل الجراحي من النوع كذا، التدخل الجراحي ده نسب نجاحه قد كذا، مضاعفاته الوارده 1 و2 و3، بعد كده انت ليك حريه انك تختار التدخل او ما تختاروش، او ان احنا نعمل او ما نعملش. جميل. عشان الناس بره عندها من الوعي ان هو يقدر يعني يميز بين الخطوره و بيتقبل الامر، وحتى لو قدر الله حصل مضاعفات هو اكسبتنج ده، لان ده طب وده علم، ولان في الاخر اولا لا احنا محصومين من الخطا ولا في حاجه في الدنيا اسمها 100%، الكمال لله وحده. خلاص. فدي ده مبدا النولج، وده اللي يعني النقطه اللي بحب اتكلم فيها. ليه؟ لان ده حتى الاطباء بره القانون بيحميهم والعلم بيحميهم والمريض نفسه بيحميه، لان عارف ان ده حاجه واقعيه ممكن تحصل. مشكله المريض في مجتمعاتنا ان هو لا يتقبل المضاعفات.
لا يتقبل، لا يتقبل المضاعفات، مع ان المضاعفات ده شيء وارد مكتوب. ممكن تكون نسبته 1% 2%، ممكن ما يحصلش. وان شاء الله يعني احنا بنتكلم في نسبه عمليات بتبقى يعني عمليات نسب النجاح فيها بتوصل ل 99%، وده رقم عالي جدا. يعني ان شاء الله باذن الله ما نشوفش المضاعفات دي خالص. بس افترضنا كده ان في محيط معارفك حصلت كده، مش معنى كده ان كل اللي بيعملوا العمليه دي بيحصل لهم مضاعفات. المريض اللي بيرفض اجراء الجراحه خوفا من الفيتامينات، او مش عايز، هو من ضمن اسباب تردده انه في فيتامينات هتتاخد مدى الحياه. يا عم يا عم ما تدينيش حاجه مدى الحياه، يعني هو يعني مش متقبل ياخد فيتامينات، مش متقبل ياخد ادويه سكر مثلا مدى الحياه، وياخد ادويه ضغط مدى الحياه. هو ده بقى على فكره انا ما احبش كلامه ده كلام. انا اقول له اقول له روح وعيش حياتك. لا ده كلام طيب يعني كلام. بس هقول لك ايه، طب من لا يطلب تحاليل جيده فحوصات بدقه قبل اجراء عمليه؟ لا سيه. ده جاني، ده جاني وجاني. ويعني احنا شفنا ده بقى على ارض الواقع، ان يعني ناس حصل لهم مضاعفات شديده قوي. ها وحاجه خطيره جدا، ما خدش باله ان الدمويه ضعيفه مثلا. مثلا ما خدش باله ان البروستروم قليل. اصل انت اقل غلطه في ليش كده؟ سيب حضرتك ربنا كرمه ودخل عمل عليا، بس عنده اضطرابات في الهرمونات، فما كده ما حلناش المشكله. يعني واحد مثلا عنده ضمور في الغده الدرقيه او كسر في الغده الدرقيه، ما هي دي كانت سبب السمنه اللي عندك، فانا اعمل لك العمليه وبعد العمليه منتظر الوزن ينزل، والوزن مش عايز ينزل. ما تظبط الغده. انت الغده عندك بايظه. يجيلي على الدكتور. يعني ازاي فاتت منه؟ ما بالظبط. على فكره ضعف الغده الدرقيه منتشره جدا. هو منتشر جدا، وللاسف هو سب كلينيك، يعني السب كلينيكال كيسز او للناس اللي هي ماشيه في الشارع ومش عارفه ان عندها مشكله دول كتير جدا. عشان مش فاهمين ان التي اس اتش ده مقاسات، ممكن جدا التي اس اتش في الليفل يبان طبيعي. طبيعي هو، لكن هو عنده نقص. بالظبط بالظبط. الطبيب يعني لازم يكون يعني حذر وذكي جدا، ويكون زي ما بيقولوا قروبة. الطبيب لازم يكون قروبة. طب تعالى نروح بقى للفقره الثالثه، الفقره الثالثه مليانه اوهام. ممكن نلاقي فيها يقين ولا حاجه. تعال نشوف الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ الدكتور لازم يكون دكتور نفسي قبل ما يكون جراح. ديفينت. يقين. يقين ده ما فيهوش شك. كل مرضى السمنه المفرطه 90% من علاقتهم بالدكتور مش العمليه. هي الشق النفسي وحياته النفسيه قبل وبعد العمليه، وان ازاي الدكتور يقدر ياهله للتغير الجذري اللي هيحصل في حياته بعد العمليه. طبعا الشق النفسي ده حاجه مهمه جدا. اللي عنده ارتجاع في عضله المريء يعمل تكميم مريء. ولا لا يقرب. وهم جامد. وهم جدا طبعا. عامل الامان في جراحات السمنه ارتفع جدا جدا. ديفني طبعا هو ارتفع، وده لعده اسباب. اولا معرفتنا بجراحات السمنه اختلفت النهارده عن 10 سنين فاتت. لو حضرتك بتتكلم ان جراحات السمنه بس ما شاء الله بقى ليها رواج، ويعني كثير من الزملاء الافاضل اللي عندهم خبرات قويه في المجال ده، واحنا هنا في مصر يعني الحمد لله لينا رياده كويسه جدا في جراحات السمنه على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالمي. بسم الله ما شاء الله اسامي كويسه، فيجرز كويسه في القصه. تجربتنا يعني مثمره جدا، وعندنا يعني عدد لا نهائي من العيانين اتعمل لهم جراحات في مصر. فخبرتنا كجراحين مصريين بقت عاليه جدا. الحاجه الثانيه التكنولوجي، انت التكنولوجي النهارده غير من 10 سنين فاتت. الادوات اللي احنا بنستخدمها اتحسنت بكتير. الدباسات نفسها التكنولوجي بتاعتها قعدت تزيد. يعني كان صف دبابيس واحد بقى صفين وثلاثه، وبقينا نلعب في مقاس الدبابيس نفسها عشان نزود السيفتي بتاعت العمليه. ازاي ان يعني ان الدباسه دي احنا مثلا زي المثال اللي احنا شايفينه ده، الدباسه بتخش تقطع الانسجه وتخيط المعده ثلاث صفوف من الدبابيس. كان يعني دايما بقول للمريض ايه؟ كانك جبت المعده وحطيتها تحت مكنه الخياطه ورايح جاي رايح جاي ثلاث مرات عشان تخيطها. سيفتي عاليه جدا. ولكن انت تخيل الحاجات دي كلها بتتعمل بفتحات صغيره، ثلاث اربع فتحات في جدار البطن، يعني اكبر فتحه فيهم قد عرض صباع. يعني ما حدش بيبقى حاسس انك عامل جراحه. الكلام ده من 10 15 سنه كان التاخر في اكتشاف التسريب وعدم التدخل يؤدي الى مشاكل. طبعا ديفنتلي بيعمل مشاكل. كان دايما كل المرضى اللي عندي اقول لهم ايه؟ اقول لهم انت اول فتره بعد الجراحه مسموح تكلمني في اي وقت في اول 24 ساعه. 5 الفجر 6 الصبح. ليه؟ لان الوقت اللي لا قدر الله ان شاء الله ربنا يكفينا الشر ويكفي كل الساده المشاهدين او المرضى يعني ان يحصل اي مضاعفات، بس تشخيص المضاعفات في اقرب وقت ده بيخليك تتجنب
كل مخاطر المضاعفات. انت لو مريض اكتشف ان عند لو يعني اعراض ظهر عنده اعراض مثلا تسريب مثلا زي ما حضرتك بتسال مثلا اعراض التسريب دي بيبقى ايه؟ حراره شديده، ضربات قلب سريعه، وجع شديد غير مفهوم. لما المريض بيلقط حاجه زي كده بدري واحنا بنلحق نشوفها بدري التعامل معاها كل ما يبقى اسرع بيجنبك اساسا انك تخش في ريسك المضاعفات نفسها. تكميم المعده قابلة للإصلاح إذا فشلت، أما تحويل المسار فغير قابلة للإصلاح. يعني الكلام ده نسبي لأن برضو في حاجات ممكن تصاحب تحويل المسار. يعني بمعنى أصح إن لو كانت قياساتها ما كانتش مظبوطة ممكن تتصلح. في ممكن تحويل مصغر يتحول لتحويل كلاسيكي. في حاجات يعني تقنيات أعلى شوية من التحويل الكلاسيكي، نعمل حاجة اسمها مايكرو باوتش، يعني نعمل جيب صغير أوي من المعدة، أو إن يكون المقاسات نفسها بتاعت التحويل المصغر ما كانتش معمولة دقيقة فتتعمل بصورة دقيقة. يعني في طبعا في بدايل. بس تاني برضو بقول دايما للمرضى إيه؟ يعني دايما تبقى عارف ان مش كل حاجه في الدنيا ليها حل. برضو احنا العامل البشري بيجي عند وقت وبيقف. بمعنى ان في مرضى احيانا يجي يقول ايه انا عملت عمليه وثانيه وثالثه ورابعه، ما انت بعد وقت جسمك ده ليه ليميت معين في الحرق مش هيعرف يتخطاه هيقف. فبرضو مش كل حاجه سحر. يعني الحقيقه حواري معاك دايما ممتع لانك انت بتطرق مناطق مهمه، واضح جدا كمان ان انت بتدرس الحاجات اللي المريض بيفكر فيها واحنا ما بنتكلمش عنها، فبتروح انت مركز عليها. فانا بحييك على ده، يعني ده جهد كبير يعني. لكن يبقى انه الخوف من 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 مرضى السمنه المفرطه خوف محترم لازم طبعا، ولازم نكون احنا حنينين عليهم. الناس دي ناس مظلومين، المعظم مظلومه، مظلومين وعوامل كبيره كتير حواليهم هي اللي وصلتهم لده. بالظبط، مش هيبقى احنا والزمن، مش هيبقى احنا والزمن واخطاء اللي حواليهم. يعني اللي عودوهم ياكلوا كتير، الاسره، وهم برضو انا نصيحه وهمسه في ودنهم ما تبقاش ناقم على الناس القريبه منك. انا مريض مريض السمنه، اللي ربنا ادانا الحلول ان شاء الله نمشي ورا حل من الحلول هنصل الى بر الامان. ما تنقمش على، ومحدش يحس بالذنب. انا قابلت كذا مره ام حاسه بالذنب ان هي ابنها عنده سمنه مفرطه، وهي تقول لي انا اللي اكلته وهو صغير كتير والى اخره. انا مش عايزه تحس بالذنب الام بس تفهم، برضو تفهم عشان ما يتكررش الغلط عند اطفال امهات تانية، تنقل خبراتها اللي حواليهم. فكره انه الاكل صحه، لا الاكل مش صحه، الاكل الكتير مش صحه، الاكل الصحي نفهمه كويس، وكل ما يكون قليل كل ما يكون هو ده الصحه، رياضه صحه والاكل بالمعقول صحه. نورتنا. نور حضرتك. طبعا ضيف العزيز الاستاذ الدكتور احمد نميل كان ضيفي في الناس الحلوه. خليكم معنا سهام.